خلينا نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا هالة. صباح الفل يا مصطفى، صباح الفل يا جمانة، صباح الفل على كل اللي بيشوفونا. طمنينا قولي لنا ايه جو دافي النهارده؟ الحمد لله في استقرار في الاحوال الجويه، بس دايما الاستقرار بيجي مع شطبوره بسيطه. لكن الجو دافي الحمد لله، وهنعرف طبعا تفاصيل اكتر في الحلقه النهارده مع دكتوره منار غانم. لكن هنبدا مع حضراتكم دلوقتي الاول جوله في احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وكالعاده طبعا بنبدا من القاهره. تحديدا هنبدا النهارده من شارع الموسكي اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مروريه نسبيه. هنفضل ماشيين لحد شارع عبد العزيز، وهناك هنلاقي برده في كثافات مرورية. هنكمل جولتنا لحد ما نوصل لميدان طلعت حرب، هناك هنلاقي سيولة مرورية هتبدأ تختفي لحد ما نلاقي بعض الكثافات قدام المتحف المصري. أما كوبري أكتوبر واللي هيوصلنا لشارع رمسيس، فهناك هنلاقي كثافات مرورية هتبدأ تختفي تدريجياً. وهنستكمل جولتنا مع حضراتكم في شوارع الجيزة، هنروح لشارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل ووصل لحد الطوابق. عند الطوابق تحديدا في كثافات مرورية كبيرة، بس هتبدأ تقل بعد ما نوصل لمحطة التعاون. لكن بداية شارع فيصل بيشهد بعض الكثافات، وهنروح بقى لمحور صفت هنلاقي برضو في كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. نروح للإسماعيلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية، ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقاً على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد ففيه سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد، هنلاقي كمان إن فيه سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. في محافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، هنمشي شوية كمان هنلاقي إن طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيه سيولة مرورية. في كمان بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة فيه كثافات نسبية، وفي كثافات نسبية أيضا بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة، وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. زي ما قلت النهاردة في استقرار في الأحوال الجوية، والطقس هيكون دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 27، أقل درجة هتكون في كاترين هي 15 درجة. طبعا معنا تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة مع دكتورة منار غانم بس بعد شوية.